بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، ونحن سعداء باللقاء معكم كل يوم اثنين في هذه الفقرة الخاصة بذوي الإعاقة من خلال برنامج قهوة الصباح، ونتعامل فيها بلغة الإشارة والتي نتواصل فيها. الله يحفظ مولانا جلالة السلطان ويمده بالصحة والعافية. الحمد لله احنا في برنامج قهوة الصباح التي من خلال هيئة عامة للإذاعة والتلفزيون، بحيث ايضا نوصل رسالتنا احنا كذوي اعاقة السمعية. هناك امر مهم جدا الان، علينا ان نهتم باطفالنا اللي يذهبوا الى المدارس، ان نراقبهم، ان نتابعهم في الحافلات، ايضا على السواقين، على الهيئة التدريسية ان تهتم ايضا بالاطفال في الحافلات. انا فخور جدا اليوم وفخور جدا بوطني سلطنة عمان، بحيث أنه أشخاص من الصم تخرجوا بالتربية الخاصة، وأنا سعيد للغاية، وكانت أحلامنا وآمالنا أن يكون هناك يعني مدرسين أو قائمين على تدريس الصم من الصم أنفسهم، والحمد لله هذا الأمر تحقق الآن، وهناك من تخرج في القريب إن شاء الله. لقاءنا اليوم مع الأستاذ عبد العزيز البوسعيدي. نسلم عليه، صباح الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك أخي سلطان على استضافتي بهذا البرنامج قهوة الصباح. أنا سعيد جدا بلقاء أستاذ عبد العزيز اليوم. بالنسبة لي عبد العزيز هم ثلاث أشخاص كانوا مختار، وأيضا عبد العزيز، وكذلك أيضا إبراهيم البراشدي، هم تخرجوا من المملكة الأردنية الهاشمية في البكالوريوس، وأيضا قبل ذلك كانت مجموعة تخرجت من كلية الخليج، وأيضا هناك أيضا طلبة إن شاء الله راح يتخرجوا من كلية الزهراء. بالنسبة للأستاذ عبد العزيز تخرج بدرجة بكالوريوس من المملكة الأردنية الهاشمية. السؤال الأول، كيف أنت يعني اخترت التخصص أو الدراسة في المملكة الأردنية الهاشمية؟ أنا في السابق كنت تقريبا في حوالي عمري في 13 أو 14 سنة كنت أدرس في دولة الكويت الشقيقة. كان هناك لدي أصدقاء أشخاص، فكل أحد كان أحلامه أنهم يسافروا يتعلموا في الخارج، فأنا أخذت هذه الأفكار وبدأت هذا الشعور يتولد لدي، وبدأت عند خلصت الثانوية العامة جلست أن أفكر لابد أن أدرس وأحقق أمالي وطموحاتي. فبعدها الحمد لله رب العالمين توفيق من الله، درست في كلية الخليج، وبعدها ذهبت إلى جامعة الأردنية، والحمد لله لما شفت في الجامعة شفت أشياء تغيرت عن السابق عن أفكاري، فشفت في الواقع أشياء وشعور لا يوصف. في الجامعة الأردنية هناك في أشخاص هم أيضا يدرسون. ما شاء الله، رائع جدا. أيضا سؤال الثاني، كيف شعورك وأنت تذهب إلى المملكة الأردنية الهاشمية؟ هل كان لديك حماس؟ هل كان لديك استغراب؟ هل يعني عملية التواصل، عملية التحديات اللي أنت كنت تفكر فيها؟ نعم، أول مرة لما ذهبت إلى الجامعة الأردنية شعور مختلف هناك داخل الجامعة وأيضا في السلطنة. تغيرت الأفكار، أشخاص من مختلف الدول العربية، أيضا أشخاص الصم الناطقين في داخل الجامعة. في الجامعة هناك أيضا كان تطبيق الدمج مع السامعين في داخل الفصول، وشعور كنت أصبر كيف أن يكون الدمج في هذه الفصول، ولكن الحمد لله تيسرت الأمور وتغيرت الأفكار وتأقلمت عند هذا الوضع، وكانت الدراسة بشكل عام ممتازة. هو أيضا بعض المدرسين توجيهات كانت لمدة 3 أشهر، وأنا الحمد لله تغيرت إلى الأفضل وتأقلمت معهم في هذه الدمج الذي يطبق هناك في الجامعة الأردنية. والدراسة استفدت من هذه الدراسة بخصوص هذا الدمج الموجود، وصح كانت الدراسة صعبة، ولكن الحمد لله بجهودنا وتكاتفنا ومع دعمنا بالمعلمين والطلاب من خلال الدمج والتواصل تيسرت الأمور وتطورنا وزادت من ثقافتنا، الحمد لله رب العالمين.
وايضا في داخل الجامعه كانت الاستفاده كبيره، تقريبا يعني مده 3 سنوات ونص كانت الدراسه، ولما جيت هنا الى عمان ان شاء الله يكون في مدرس لاشخاص الصم. ما شاء الله ما شاء الله، انا اراك يعني ما شاء الله رائع جدا في التواصل، ايضا الدمج والدراسه، وايضا التغييرات الكبيره اللي حصلت لك، ما شاء الله ما شاء الله، الله يزيدك ان شاء الله علم ومعرفه. التخصص او ذهبت لماذا، اي تخصص في الجامعه التي تخصصت فيه، ما هو تخصصك في البكالوريوس؟ انا لما سافرت للمملكه الاردنيه الهاشميه التخصص اللي اخترت تخصص التربيه الخاصه، لما اخذ هذه الشهاده البكالوريوس لمده 4 سنوات التربيه الخاصه، احس ان انا استفيد في هذا التخصص اكثر وابدع عني اكثر، فبحثت مختلف التخصصات ولكن لم اجد الا هذا التخصص. لما مش فقط ان انا رحت ذهبت ان فقط ان اخذ الشهاده بدون اي استفاده، لا، استفدت من هذا التخصص وكيفيه يعني بتعمق درست في هذا التخصص التربية الخاصة لمدة 3 سنوات أو 4 سنوات، والحمد لله بعد أن أكون مدرس بعد ما أتخرج من هذا التخصص ويكون لأشخاص الصم، الحمد لله أنا تخرجت واستفدت من أخذت هذه الشهادة، ولابد أن أواصل وأحقق ما طمحت إليه. ممتاز ممتاز. سؤالي التالي بالنسبة للتخصص هذا التربية الخاصة، هل هو هناك في تربية أخرى، أو تحدثنا أكثر عن التخصص؟ في هذا التخصص في تخصصات مختلفة، ولكن التربية الخاصة سألت أنا مدرسين والموجهين هناك، بسبب أني اخترت هذا التخصص لما أجي هنا إلى سلطنة عمان وأعمل، فلابد أن أكون أنا معلم للأشخاص الصم، أنا كان طموحي أن أكون معلم، فإذا لم أخذ هذه الشهادة في التربية الخاصة لم أكون أتوظف في أكون معلم. ممتاز جدا ورائع، الله إن شاء الله يوفقكم دائما، وأنا هذا جهد رائع جدا، وهذا أول مرة أن يكون لدينا يعني معلمين صم، وأيضا عملية التدريس راح تكون أعتقد أنها سهلة ويفهمها الطلبة الصم بشكل سريع جدا، وما بتكون هناك تحديات وما بتكون هناك، هل هذا فعلا؟ نعم، أنا في السابق في الأردن أثناء دراستي من خلال الدراسات في الصفوف، فلما جيت هنا إلى عمان أشوف التطبيق لابد أن أطبق هنا في سلطنة عمان، يكون مدرس الصم والطلاب الصم راح يفهموني أكثر، فأيضا أنا يعني استغربت من هذا أنه الطالب إن الأصم من مدرس الصم تصل له المعلومة بشكل أكثر، فلا بد أن توظيفنا في مدارس الصم لإيصال المعلومة لتطويرهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم، إن شاء الله لا بد أن أتوظف في مدارس في مدرسة الأمل للصم، وإن شاء الله نلتقي بإخواننا الصم ونكون مساوين لبعضنا البعض. رائع ومهم جدا طبعا انه يكون من الاشخاص الصم، يعني يكون هناك مدرس اصم وهذا يزرع الثقه، وايضا ما هو الافضل بالنسبه للمدرس اصم واسامع؟ نعم، انا بحثت كثير لما يكون في دراستي في الاردن عن كيفيه الدراسه والتحديات التي يواجهها الشخص الاصم المدرس، وايضا المترجم يعيد المعلومه اكثر من مره، وانا احاول ان اكتب هذه المعلومات واحفظها واذهب للبيت وراجعها، والمترجم يترجم اكثر من مره في المعلومه الواحده، فانا ذهبت الى جلسنا مع بعض بعد انتهاء المحاضره، وايضا جلس يفصل المعلومه، فشخص اصم يوصل لي المعلومه وانا فهمت مباشره من اول محاوله فقط، اما المترجم اكثر من مره او المعلم اكثر من مره يوصل لي المعلومه الينا. ان شاء الله الطلاب لما يكون طلاب صم ومعلم اصم راح يفهموا او تصل المعلومه بالشكل المباشر وتكون مساوي. رائع رائع جدا، هذا الشعور لا يوصف حقيقة في أن تكونوا مدرسين ومدربين للأشخاص الصم، وهذا راح يكون داعم للأشخاص الصم، ويكون أيضا فخر للوطن بأن يكون نتيجة هذه الدراسة أن يكون هناك مدرسين صم يوصلوا المعلومة بشكل سهل جدا. كيف ممكن الطلبة أو عدد من السنوات أو تاريخ محدد في عملية الدراسة عملية الفهم؟
في التربية الخاصة، في التدريب، في هذه المحاضرات، في الدراسة من 3 سنوات لأربع سنوات، من سنة إلى 3 سنوات، بسبب أن هذه التربية الخاصة التخصص متعمق ومكثف. أيضا في التربية، في التربية العامة بشكل عام مثلا للسامعين، هذا ممكن تزيد سنوات أكثر. أيضا في التربية الخاصة في ممكن دبلوم أو مدة سنتين، أو أيضا البكالوريوس لمدة 4 سنوات. فأنا إذا رغبت أن ممكن أزيد أيضا لمدة سنتين يكون للماجستير. جميل. هو الأساس طبعا أن يكون هناك تطبيق للعمل، ويكون نتيجة في أنه نرتقي بالأشخاص، ويكون هذا شيء مصدر سعادة. سؤال التالي بالنسبة لحياتكم أنتم، بالنسبة لحياتكم أنتم كتربية خاصة، هناك ما هو يعني تفاصيل التربية الخاصة بالنسبة لتخصصكم؟ في يعني مش أنا فقط، أنا وحدي اللي ذهبت لهذه الجامعة، لا، كان من مختلف الدول العربية العالمية يدرس في هذه الجامعة الأردنية، وأيضا في هذا التخصص التربية الخاصة. فكانت حياتنا هناك في الجامعة مختلفة، أيضا مختلف الإعاقات، مختلف الثقافات، لكن كنا ندعم مع بعضنا البعض في طبيعة الجامعة. أيضا نعطي ونأخذ من أشخاص الصم، من أيضا من المترجمين داعمين لنا أيضا في بعض المشاركة في الأنشطة في الجامعة. وأيضا كل التطوع، أيضا كنا مبادرين في الأعمال التطوعية، مثلا أي مادة نأخذها ما فهمنا أي حاجة نشرحها لبعضنا البعض، ونذلل التسهيلات لهذه التحديات التي نواجهها. الأشخاص الصم التي تواجهوها في هناك في الجامعة الأردنية، بعض المعلومات لم يفهموها نأخذ من المحاضرة تسهيل هذه المعلومة بشكل أسهل، وتكون حياتهم مختلف أسهل ذوي الإعاقة. أنا أشوف تفاصيل رائعة جدا في كيفية التعامل مع العلوم الدراسية في الجامعة. هناك في الجامعة هناك في أشخاصهم دمج مع الطلبة السامعين، وأيضا على بالنسبة ذوي الإعاقة، هل أعداد كبيرة قليلة في الجامعة؟ احنا في الجامعة الأردنية في الدمج هناك انعجبت انه مش منفصلين الاشخاص الصم واشخاص السامعين، لا، مع بعض. وايضا الدكتور المحاضر هناك متكلم، وايضا المترجم يقف امام الصم للترجمة، وكلنا نجاوب ايضا ونستفسر، فسهل. فانا انعجبت من هذه كيفية الدمج، وايضا كيفيه الانخراط مع السامعين، الافكار ايضا ناخذها من السامعين ومن الصم. في العالم الاشخاص ذوي الاعاقه تقريبا بحثنا، ومن خلال بحثنا ونتائجنا في 600 مليون تقريبا 600 مليون شخص معاق. ايضا في العالم العربي تقريبا 25 مليون اصم معاق في العالم العربي، والان تزيد بعض الحالات، بالضبط ما نعرفها. نعم، ما شاء الله على اجابتك رائعه جدا. سؤالي الثاني بالنسبه للبكالوريوس المستقبل، ان شاء الله هل تكمل دراستك او تتوقف عند دراسه البكالوريوس فقط؟ لا، انا أطمح أن أتطور وأن أحقق من أن أبدأ أول شيء أني أشتغل وأطبق اللي درسته وأتطور من مستواي، وبعدها أني أكمل أيضا الماجستير، أخذ يعني بعض التجارب من إخواني المدرسين سواء الناطقين أو الصم من العالم العربي. رائع جدا. كيف ممكن بالنسبة للأشخاص الصم والسامعين، هل بالنسبة للمناهج الدراسية هل تختلف، هل يتم إعادتها أو نفسها المشاركة، كيف كانت بالنسبة لكم؟ المناهج في الجامعة هي نفسها، فقط إنه المنهج المواد طبعا مختلفة، المناهج داخل المواضيع نفس السامعين، فقط إنه إحنا توصيل المعلومة إلينا بشكل مباشر وميسر ومكيفة المناهج لنا، ومكيفة
فقط انه نصل للمعلومه او الهدف المطلوب من هذه الماده لكي. وايضا بعض المواد مثل العلوم ماده دسمه وعميقه، المترجم يسرها الينا ويكيفها وناخذ المعلومات المفيده والمهمه من هذه الماده. مثل ايضا الكيمياء تكون انه الشخص الاصم تصل اليه المعلومه والهدف المطلوب من هذا الموضوع، وتختلف طبعا مستويات الذكاء عند الاشخاص الصم. جميل جدا. ايضا سؤالي التالي بالنسبه لك انت، لما دخلت في الجامعه في الاردن تركزت على التدريب او الانشطه، على ايضا البحث، هل هناك هذه الانشطه موجوده؟ نعم الحمد لله رب العالمين. كنت لما سافرت للأردن سابقا تغيرت الأفكار الحمد لله رب العالمين، توفيق من الله سبحانه وتعالى. في الأردن ذهبت وبحثت هناك وتغيرت أفكاري كيف أن أخذ المعلومات كثيرة في الجامعات، أيضا المدارس ذهبت إليهم التي يتواجد فيها الطلاب الصم، فذهبت واشوف كيف التطبيق العملي، كيف المدرسين تدريس الطلاب الصم. ايضا ذهبت الى الاخر شيء في 3 سنوات من تعلم في الجامعه، ايضا 3 اشهر كانت تدريب في مدرسه الاشخاص الصم هناك، ويوميا كنت اذهب لمده فصل كامل. كان التدريب كيفيه تدريس هذه الاشخاص الصم، وايضا أدرسهم في مواد مختلفة، أخذ المادة وأدرسهم، والحمد لله أني توفقت في هذا التدريب وفهمت كيفية آلية التدريس، وإن شاء الله أني أطبق هنا أيضا في سلطنة. ممتاز. سؤالي الأخير بالنسبة لكيف ممكن الآن نحن ما شاء الله يعني خلص دراسة، أنت ما هي النصيحة التي تود أن توجهها للطلبة؟ نعم الحمد لله رب العالمين، الثقافة اللي أخذتها والدراسة من جامعة الأردنية، أيضا مع الأماكن الترفيهية هناك كانت ضمن الدراسة، كانت أكثر الأشخاص الصم هناك متحمسين بعضهم أنهم تقل عزيمتهم وثقتهم، فكنا ننصحهم ونغير من عزيمتهم من إرادتهم إلى الأفضل، وتغيرت الحمد لله رب العالمين. رائع جدا كلامك، واضح وجميل، وهذه فرصه كثير جدا انه احنا يعني نستقصي هذه الاحداث اللي مرت فيكم في الاردن، ونتمنى في المستقبل ايضا ان يكون هناك قاده لتعليم الصم في السلطنه. وما شاء الله يعني كلامك رائع جدا، وبحيث انه ما هي الكلمه الاخيره تود توجهها؟ انا اشوف وشاهد اللي في الوزارة اللي يعني من أحلام 2040 ورؤية 2040 أنه لابد أن نحقق ما نطمح إليه، وتأهيل المعلمين أشخاص الصم ليكونوا هم مدرسين للطلاب الصم، والتغيير والتطوير من مهاراتهم وقدراتهم. في الزمان كانوا قدراتهم وأفكارهم متدنية، ولكن الآن بعد ما توفت لهم المدارس والدراسات في الخارج وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، لابد أن نفتح لهم المجال بالتدريس والتوظيف لهم. الحمد لله رب العالمين. طبعا هناك أهداف كثيرة، وإن شاء الله هذه يقودنا إلى أعمال رائعة جدا، وأيضا نشوف عبد العزيز ما شاء الله عليه راح يكون إن شاء الله مدرس للأشخاص الصم، وبحيث أن يكون الطلبة الصم يكون لهم تفتح لهم آفاق جديدة، وأيضا نفسية الدراسة بالنسبة لهم تكون مريحة جدا، وتوسيع مداركهم والفهم السريع من الأشخاص الصم. نسأل الله تعالى أن تدعم هالفئة أو هذا الأساتذة ليكونوا مصدر فخر لوطننا العزيز. نشكر طبعا أستاذ عبد العزيز البوسعيدي على هذا اللقاء. أشكرك أخي سلطان على الاستضافة. نشكر الله، إن شاء الله في الاثنين القادم راح يكون عندنا موضوع آخر بإذن الله تعالى، وتحياتي لكم.